بكم إلى موجز أخبار الآن. عقد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات والبحرين ومصر اجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ جدد الوزراء المجتمعون التأكيد على الاستعداد الدائم للحل السياسي للأزمة مع قطر، على أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب 13. حذرت فرنسا من أن الوضع الراهن في سوريا يهدد بتقسيم البلاد إلى الأبد ويفتح المجال لجماعات متطرفة جديدة ما لم توحد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي جهودها للسعي من أجل حل سلمي. وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان إنه سيعقد اجتماعا مع الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في المجلس، وهي بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، يوم الخميس المقبل لإقناعها بإنشاء مجموعة اتصال لإعطاء قوة دفع جديدة لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة 7 أعوام. اتفقت اللجنة المصرية المعنية بليبيا في العاصمة المصرية القاهرة على أن تشكل على تشكيل لجان فنية تجمع طرفي ليبيا ومصر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا. وأعلنت اللجنة خلال لقاء لها برئاسة رئيس أركان حزب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي مع وفد لجنتي التواصل العسكري الليبية في القاهرة التوافق على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات استفزازية خلال الفترة المقبلة قد تؤثر سلبا على تلك الجهود، إلا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. حثت الولايات المتحدة الأمريكية حكومة ميانمار على إنهاء العمليات العسكرية في ولاية راخين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتعهد بمساعدة المدنيين على العودة بسلام إلى منازلهم. وقالت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان إن الناس ما يزالون يواجهون خطر التعرض للهجوم أو القتل، كما أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، ولا يزال المدنيون الأبرياء يفرون عبر الحدود إلى بنغلاديش. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار ماريا اشتد وتحول إلى إعصار خطير للغاية من الفئة الرابعة على مقياس سافير سيمبسون المؤلف من 5 درجات. وأضاف المركز أن الإعصار ماريا بات على بعد 55 كيلومترا من جزر الماريتنينك محملا برياح سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة. الموجز، إلى اللقاء.